نرحب بحضراتكم مرة تانية. النهاردة العالم بيحتفل باليوم العالمي لسلامة المرضى، وسلامة المرضى فيها جوانب كبيرة من التوعية، أهمها على سبيل المثال الحرص على تناول الأدوية بشكل آمن ومحدود، خاصة طبعا الأدوية اللي بنروح نشتريها من الصيدلية بدون روشتة الطبيب. دي مشكلة. في مشاكل تانية كتير، في مثلا ممكن نكشف مرة وناخد روشتة ونفضل بقى، مثلا لو في مغص، اي مكان في بطنك فيه وجع شويه، هي نفس الروشته بتصرفها بقى على مدار عمرك كله تقريبا، مسكنات، مضادات حيويه، ادويه شائعه بيتم استخدامها بشكل عشوائي. ممكن نسال الناس اللي مروا بتجارب مماثله، طب انت خدت ايه لما بطنك وجعتك، لما رجلك وجعتك؟ ده كله بالمناسبه يعني بيشكل خطر كبير جدا على صحتنا. عشان كده هيكون محور فقرتنا النهارده بخصوص اليوم العالمي لسلامه المرضى، عن ازاي نغير ثقافه استخدام الادويه. طبعا كل الاسئله دي هيجاوبنا عليها ضيفنا اللي بينورنا دايما في استوديو صباح الخير يا مصر، الدكتور اسلام عنان، استاذ صيدليات الصحه وعلم انتشار الاوبئه. دكتور صباح الخير. صباح الخير استاذ شادي. اهلا وسهلا. صباح الخير استاذ جمال. صباح الخير دكتور. اهلا وسهلا. في اليوم العالمي لسلامه المرضى، ايه الرساله كده اللي تحب حضرتك تقولها في البدايه بخصوص الاهتمام بصحتنا؟ تمام، يعني خلينا نبدا بالشعار اللي منظمه الصحه العالميه اطلقته بمناسبه اليوم العالمي: لا ضرر ولا ضرار. يعني اهم حاجه في سلامه المرضى ان احنا نبقى عارفين هو الضرر جاي منين وازاي نقدر نتجنبه على قد ما نقدر. السنه دي بالذات، وطبعا اليوم العالمي مش قديم، احنا ده الخامس مره، بقى له 5 سنين فقط. السنه دي الشعار يتضمن حاجه مهمه جدا: اشراك المرضى في السلامه. يعني احنا دايما بنتكلم ان المنظومه الصحيه هي المفروض تاخد اجراءات اعلى في السلامه، نحاول ان احنا نقلل الضرر على قد ما نقدر، ولكن وجدوا ان في الاخر الموضوع ده صعب من غير اشراك المرضى في القرار. خليني اقول لحضراتكم ايه اللي خلى اليوم العالمي ده اصلا يطلع، يعني من 5 سنين. ان في الاحصائيات وجدوا ان 10 من كل 100 شخص بيتعرضوا لضرر وهم بياخدوا خدمه صحيه، بدل ما يتحسنوا الضرر يبقى ازيد. العشرة دول منهم 5 كان ممكن بسهولة تجنب الضرر ده. منهم 3 الضرر بسبب دواء، ده اللي احنا هنتكلم عليه النهاردة. هنتكلم على 3 أشخاص كان ممكن نتجنب الضرر تماما لو خدوا الدواء صح. زي ما تفضلتوا في المقدمة كده، يا إما إن حد بياخد الدواء اتكتب له غلط عشان التشخيص غلط، يا إما اتشخص صح وخد الدواء بطريقة خاطئة، يا إما خد الدواء وخاف وكرره وهو مش المفروض يكرره، أو كرر بتاع جاره او صاحبه. ده انا على فكره. مش بتاع جاره وصاحبه، لا، اللي هو الروشته بتاعت القولون مثلا نفعت مره، فهي بقى انا سبت الروشته على جنب كده وصورتها بالموبايل عشان لو ضاعت وكل بقى ما بطني توجعني انزل اصرف نفس الروشته. هي اوقات هتنفع لو كان هو حاجه كرونيك، يعني حاجه مزمنه وهتكمل. لكن في امراض كتير عندها نفس الاعراض، فبالتالي الموضوع هنا ما بقاش يعني مماثل لنفس الدواء. طب فاحنا نرجع تاني لفكره اشراك المريض، ودي بقت مهمه قوي لان منظمه الصحه وعموما كل شركات الادويه والمنظومات الصحيه اطلقت لسلامه المريض ما يسمى باليقظه الدوائيه، فارماكو فيجيلنس. ايه اليقظه الدوائيه؟ ان احنا كلنا نبقى اوير، عارفين يعني ايه دواء، ايه الضرر اللي بيجي من الدواء، ولو حصل اي ضرر ازاي اعرف ابلغ عن الضرر اللي حصل ده. ده مهم جدا للمرضى. احنا كام حد فينا بياخد دواء ويحس ان هو جاب له اثار جانبيه، ابتدى يجي له مثلا صداع من الدواء، مغص، مرضى كتير جدا بيحصل لهم كده. ايه اللي يخلي المنظومه تاخد بالها؟ ان الشخص نفسه يبلغ. لكن لو ما بلغش هيفضل دايما المنظومه مش عارفه ان في اصلا مشكله في الدواء. خاصه في ادويه بتبان اثار جانبيه اخرى غير المعروفه بعد سنين او بعد فتره. ده صحيح. ليه بقى مثلا؟ دي نقطة كويسة يا جماعة، لأن أنا مثلا عشان الدواء ينزل السوق بيتعمل عليه تجارب إكلينيكية وسريرية على عدد محدود، على 3000 مثلا شخص، 4000، ممكن 10000، ولكن بينزل وبيستخدم لأوقات مئات الملايين. بعض الآثار الجانبية بتبان 1 في المليون مثلا، هي مش هتبان قبل ما الدواء ينزل السوق. عشان كده مهم جدا إن لما الدواء ينزل السوق حد حس بأي أثر جانبي مختلف. وخلينا برضه عشان نبقى حاجه عمليه، يخش على الموقع هيئه الدواء المصريه، هيلاقي موجود تحت سلامه الدواء او فارماكو فيجيلانس او اليقظه الدوائيه، يدوس على اللينك يطلع له فور، يكتب انا خدت دواء كذا حصل لي منه اثار جانبيه كذا. المعلومات والبيانات هي اهم شيء في تطوير المنظومه الصحيه وفي تطوير سلامه المريض. لو ما عرفناش المشكله جايه منين مش عارف نحلها. صحيح. والمشكله موجوده عند
المريض هو الوحيد اللي يقدر يقول لنا المعلومة. مفيش دواء يا دكتور النشرة بتاعته مش مكتوب فيه آثار جانبية. اه ده صحيح، ده صحيح. طيب ما احنا لو كل دواء بقى اتعاملنا يعني بصينا على الآثار الجانبية بتاعته، ما احنا مش هناخد أدوية كده. طيب خليني ناخد حاجتين مثالين. مثال، أنا لو شخص مثلا بص في النشرة الداخلية ولقى إن الآثار الجانبية صداع. بنتعقد أصلا. وجاله صداع. يعني هو مكتوب صداع وجاله صداع. هل يبلغ؟ يبلغ. ليه؟ لأن بيبقى موجود في النشرة الداخلية نسبة. يعني مثلا يقول ده بيسبب صداع بنسبة 2% من المرضى. لو الناس اللي بلغوا لقوا ان النسبه مختلفه، النشره الداخليه هتتغير، بدل 2 تبقى 4 مثلا. طب يبقى مكتوب نادرا احيانا، اوقات نادرا وتطلع فريكوينت، تطلع اكتر، فالنسبه ممكن تتغير. لذلك حتى لو كان الاثار الجانبيه مكتوبه، الاحسن ان حد يبلغ، او ان تبقى اثر جانبي ما كانش اصلا موجود. فبالتالي اولى طبعا ان هو يبلغ، عشان لو بيلاقوا مثلا ايه كذا حد، يعني خلينا نقول لحضراتكم مثلا حد ماشي عمل حادثه وهو معدي الشارع وكان بياخد دواء، فعادة هيقول هو يعني مش هبلغ، مش هتفرق في حاجة. لكن هو لو بلغت مثلا وبعد كده اكتشفوا ان ناس كتير على مستوى العالم عملوا حوادث وبياخدوا نفس الدواء، ممكن يكون الدواء ده بيعمل دوخة. صحيح. فبالتالي تبليغ اي حاجة بتحصل اثناء الدواء بتخلي المنظومة الصحية احسن في ان هي توعي الناس الدواء كاثار جانبية دقيقة ممكن تكون عاملة ازاي. ده مهم في الوضع الحالي لو اتكلمنا من الفارماكو فيجيلانس او اللي هي اليقظه الدوائيه وسلامه المريض من حيث المنظومه الصحيه نفسها. طبعا من حيث بقى عاداتنا وسلوكياتنا تالي ده موضوع كبير بقى، ده كبير جدا. وده بقى هيخليني اسالك يا دكتور، بما انك كمان ذكرت هيئه الدواء المصريه وفكره اليقظه الدوائيه، احنا بالنسبه لنا ده مش متعارف عليه، جديد بالنسبه لنا. زي ما كنت حضرتك بتقول احنا عاداتنا في استخدام الادويه صعبه جدا الحقيقه. شايف انه الدوله المصريه حاليا بتتعامل ازاي مع هذا الملف تحديدا، لانه ممكن الناس ما تكونش متخيله اضرار سوء استخدام الادويه. بالفعل هي يعني بتؤدي لمشاكل كبيره جدا احنا ما بنكونش احيانا متخيلينها. ممكن الناس بتاخد ادويه اصلا مع بعض من نفسها، الادويه دي مع بعض اصلا ممكن تعمل كارثه ونبقاش عارفين. ممكن بالمناسبه قبل الاكل او بعد الاكل تعمل مشكله. يعني احنا بالنسبه لنا ممكن التفاصيل دي ما ناخدش بالنا منها اصلا. دواء مثلا كل 6 ساعات ناخده كل 12 ساعه وهكذا. يعني وخلينا نحط رقم للمشكله اللي حضرتك قلتيها. الرقم اللي حطيته المنظمه الصحه العالميه هو تريليون دولار. الاقتصاد العالمي ده رقم بيتحمل تريليون دولار بسبب عدم اتباع سلامه المريض، الاجراءات التشريعيه والقانونيه بتاعتها. وللاسف ده بيقلل النمو الاقتصادي العالمي 0.7% كل سنه. فهو الضرر نفسه كبير اقتصاديا. لو اتكلمنا بقى على المستوى الانساني نفسه، على الشخص نفسه، ايه المشكله؟ احنا بنعمل اجراءات من اول ان انا ممكن اخد الدواء واحطه في العربيه حتى مثلا وانا راجع البيت. صحيح. واسيبه واعمل بيه مشاويري وانزل، احنا درجه الحراره وصلت 40 كام يوم يعني، واسيبه في العربيه وانزل اشتري شويه حاجات. فاول حاجه التخزين، فمهم جدا في موضوع سلامة الدواء وسلامة المريض هو تخزين الدواء. هتخزن ازاي؟ الدواء ما بيتسابش في درجة حرارة من 25، ولو كان تلاجة لازم تحط درجة حرارة التلاجة. فبالتالي ان انت احنا بنسيبه يا اما في العربية او لما ارجع البيت انا درج الدواء مثلا حطه في المطبخ او في الحمام، اكتر مكانين فيهم رطوبة واكتر مكانين فيهم درجة حرارة عالية. طب اللي احنا بنقوله ده كلها اجراءات من اول التخزين مثلا. هيئه الدواء ويعني احنا يعني فخورين، وانا كصيدلي يعني هبقى متحيز اكتر ان هيئه الدواء بقت هيئه مستقله حاليا، ان هي بقى فيها قسم كامل لليقظه الدوائيه، فيها قسم كامل بيوعي الناس فقط على اهميه ان انت ازاي تاخد بالك من الدواء وتبلغ لو كان الدواء فيه مشكله. وهي اوسع كمان من فقط الدواء، هي للسلامه ان جنرال، يعني مش فقط للدواء. التوعيه دي مهمه جدا ان هي ابتدت تبقى موجوده في كل منظومه صحيه. احنا لو اتكلمنا على مجهودات الدوله هنتكلم كمان على التامين الصحي الشامل، ان بقى كل هيئه ليها علاقه بالرعايه الصحيه بقى موجود جواها قسم لليقظه الدوائيه. ده مهم جدا. وقسم لسلامه المرضى ابتدى يبقى فيه ممثلين عن سلامه المرضى جوه الهيئات الصحيه، ده اللي ما كناش بنشوفه زمان، وده اللي المفروض يبقى دايما موجود عشان صوت المريض يوصل للمنظومه الصحيه. صحيح. دايما عندنا مشكله في موضوع صوت المريض او patient فويس، ان المشاكل اللي بيتعرضوا ليها المرضى ممكن الكوادر الطبيه ما بقوش عارفينها. المشاكل اللي بياخدوها اللي بيواجهوها وما بياخدوا ادويه مثلا، اوقات احنا ما بتوصلناش ككوادر طبيه، زي ما حصل في ملف التخصص الدم والهيموفيليا. ف
في مصر مثلا ان الدوله ابتدت يعني تغير من حتى الادويه، لان المرضى كانوا بيقولوا انا ما بقدرش، خصوصا لو اطفال، الطفل بينزف كل اسبوع ما بيروحش المدرسه، الادويه الى حد ما مؤلمه، بيضطر اروح بيه الطوارئ كل مرتين ثلاثه في الاسبوع. الصوت ده او الخبره الحياتيه اللي بتحكيها الام عن ولادها ما بتوصلش للكوادر الطبيه لوحدها، لازم يبقى فيه ممثلين، ولازم يبقى فيه مؤتمرات فيها الناس بتتكلم، فيها البيشنتس بتتكلم. طيب اسئله سريعه كده، مجموعه من استفسارات الناس دايما بتسال عنها. ماذا لو خدت دواء مثلا زي ما حضرتك ذكرت دلوقتي كان متخزن بطريقه غلط، او خدت الدواء مثلا وسبته معايا في العربيه 3 4 ايام، شمس وكتمه وصهد وحاجات كتيره كده، وبعد 4 ايام افتكرت ان انا حاطط الدواء في العربيه فخدت الدواء. طبعا استوى. ده هرجعه تاني للصيدليه، ده مش هيستخدم. يعني برجعه بقول ان الدواء ده حصل فيه المشكله الفلانيه، وانا محتاج ان انا اغير، يعني يرجع للشركه او تتبرع بيه لو كان لسه ما بص. هو الصيدلي هيبقى اقدر واحد يقول لك هيحصل فيه ايه، يا اما هيرجعه للشركه، يا اما هيقول محتاج يتعدم، او انه هيقول لك حصلش، مش هيحصل مشكله. بس هو هيبقى صعب انه يرجع للصيدليه، حضرتك عارف يعني، خلاص احنا اشتريناه من الريسيت. هو مش هيرجع وتاخد فلوس. هيرجع يترمي يعني. هيتعدم. هو الصيدلي هياخده عشان يرجعه للشركه عشان يتعدم. وعموما اي يعني اي دواء درجه حرارته اختلفت، هو بيحصل منه كذا حاجه، يا اما الماده الفعاله بتقل شويه، يا اما بيبوظ تماما، يا اما بيبقى سام. بما ان احنا الناس العاديه مش هتعرف تفرق هو ايه اللي هيحصل من الثلاثه، الاحسن ان انا برجع تاني للصيدلي بساله هو حصل 1 2 3 4 اعمل ايه. فده اجابه اول حاجه. طب انا الحاجه الحل بقى، انا ما بخزنش ادويه ولا في عربيه ولا في الكابينت بتاع الحمام ولا في المطبخ. الدواء لازم يتخزن في درج يكون جاف في مكان ساقع في البيت، مكان ما يوصلوش شمس مباشره. وبراجعه كل شهر، كل 3 شهور عشان نبقى عمليين، ايه اللي طلع منه اكسبايرد، ايه اللي طلع منه صلاحيته انتهت، ايه اللي حسيت ان العلبه شكلها اتغير، ايه شكل القرص شكله اتغير. وعاده احنا برضو بنقص الشرايط كتير، فعاده احنا بنقصه ونقصين مع الاسم، بعديها بشهرين ثلاثه بقى مش عارف القرص ده بتاع ايه اصلا، اسمه التاريخ كمان. والتاريخ ده اهم. فانا مهم لو حد هيقص الشريط بيلزق عليه تاني الاسم بتاع الدواء وتاريخ الصلاحيه بتاعه كان عامل ازاي. طيب برضو ماذا لو احنا، انا واحده بقع في المشكله دي، مثلا لو في ايا كان نوع المرض اللي يتطلب انتي بايوتيك او مضاد حيوي، المفروض ان هو يكون مثلا كل 8 ساعات، انا بنسى، فبيبقى كل 10 ساعات، كل 12 ساعه، او حتى ده بيتطلب مني ان انا اغير ميعاد الساعه اللي انا ابتديت اخد فيها الدواء. ومنوع برضو في غلط تاني، ان احنا حسينا ان احنا بقينا كويسين فما بنكملش كورس المضاد الحيوي. الثانيه اخطر من الاولانيه بكتير. يعني ان انا اتلخبطت في الميعاد ففرقت ساعه او ساعتين فغيرت ميعاد المضاد الحيوي، يفضل ده ما يحصلش، ولكن لو حصل فضررها اقل من ان انا ما كملش الكورس. ان انا ما كملش الكورس انا كده بعرض جسمي والناس اللي حواليا كلهم ان في الاصابه اللي بعد كده المضاد الحيوي اللي انا خدته ونفع مش هينفع. فانا عملت مقاومه، خليت البكتيريا مقاومه للمضادات الحيويه، هو بيسموها سوبر بج، بكتيريا قويه او سوبر ما بقاش بيأثر فيها المضاد الحيوي، لان انا ما كملتش الكورس جت الاخر فطلعت منه اقوى. المشكله ان ده ما بيحصلش للشخص بس، ده هيحصل للبكتيريا، فهي تيجي لشخص اوريدي ما عملش الغلطه دي، فانا بقيت بجبر البكتيريا وقويها في المجتمع كله مش عند الشخص نفسه. فده ضرر مجتمعي مش ضرر شخصي كمان. طيب بالنسبه للدواء اللي انتهت صلاحيته، تمام، انا خدت دواء صلاحيته منتهى، اوكي، يرجع. عندنا معتقد ان الدواء بيبقى 6 شهور بعد تاريخ الصلاحيه. مش معتقد، احنا سمعنا على فكره كده، مش معتقد ولا حاجه. هنعرف. الناس كلها بتقول انت بتوفر دلوقتي، مش ده موضوع انا بس، احنا يعني ممكن الدكتور ياكد على المعلومه او لا. طب هو بيبقى باظ الدواء ولا ما بيبقاش نافع مثلا؟ خلينا او ليه تاثير يعني الادويه كتير اللي احنا هنقوله دلوقتي، تمام، للمتخصصين، للناس العاديه مش عارف يفرق. بعد انتهاء الصلاحيه اوقات بيبقى الكونسنتريشن او التركيز بتاع الماده الفعاله اقل بعد مده الصلاحيه، فقلت هي بتقل حاجه يعني بسيطه جدا يعني، فينفع انها تستخدم لكذا سنه، ولكن هيبقى الماده الفعاله اللي وصلت للدم هتبقى اقل. او ان ممكن بعد فتره التغيير الكيميائي بتاع الدواء هيتغير، التركيب الكيميائي، الشخص مش هيقدر يعرف هو الدواء ده بيحصل له كده ولا بيحصل له كده. صح.
احنا عاده برضو تاني هنرجع للصيدلي عشان نقول هو ده وده، او ان الدواء يبقى فوتو سنسيتيف، يعني الدواء لو تعرض لضوء لفتره طويله هيبوظ. فانا شلت، وعارفين او في اوقات ادويه بيبقى موجود جوه بلستر الومنيوم كده، بعد كده تشيل منه تلاقي الاقراص. فمثلا ده اتخزن، سواء بقى طلع صلاحيته او ما اختلفتش، وانا رجعت للصيدليه بالشريط كده غالبا هقول لك ارميه، برضو ده برضو هو باظ. ادويه الشرب يعني مثلا ده ليه غرض؟ طلع ليه غرض؟ انا كنت متخيل ان الشركه هي اللي يعني بتحاول تدي يعني نفسها شكل. يعني دي ادويه كلها فوتو سنسيتيف، لو تعرضت للشمس تبوظ. طبعا جمال عشان صيدلانيه يعني صعبان عليا قوي، صعبان عليا جدا. فمهم ده ما تعرضش للشمس، يعني ما تشيلوش من الورقه وترميه، لازم يرجع تاني الورقه. ونفس الكلام برضو ادويه الشرب، ده الشرب لو لقيت الامبر لونه عنبر شويه كده، ده غالبا برضه فوتو سنسيتيف، المفروض ما يتعرضش للشمس. الصلاحيه بتاعه الشرب وانس ان الغطا ابتدى يطلع عليه سكر كده، احنا دايما نشوف سكر. دي خلاص كده عارفها انت، باظت. فانا محتاج احافظ انه ما يحصلش فيها الموضوع ده. الدواء يعني الادويه الشرب دي ليها صلاحيه من بالتاريخ اللي مكتوب عليها ولا من تاريخ الفتح والاستخدام؟ ليها تاريخين، يعني هتلاقي جوه في الانسرت في تاريخين، في تاريخ لو العلبه ما اتفتحتش، وفي تاريخ لو العلبه اتفتحت. فبعد ما اتفتحت يقول لك يستهلك في غضون اسبوعين مثلا، بعض المضادات الحيويه مثلا، او في غضون اسبوع. القطرات نفس الكلام، القطرات عاده في خلال اسبوع، يقول لك لو فتحت القطره هي في خلال اسبوع كده تترمي. احنا عندنا قطرات في درج الثلاجه بقى لها سنه، عندنا بس سنين والله بتعيش معاها شغاله. عمرها من عمري والله بتنقط. فدي هي غالبا معظم القطرات اسبوع. فبالتالي قرايه النشره الداخليه، بدل ما اقعد ابذل مجهود في ان انا اقرا الاثار الجانبيه، الاهم اقرا طرق الحفظ وطرق درجه الحراره والصلاحيه بعد فتح العبوه، ده اهم. الاثار الجانبيه انا بقول للناس دايما اللي هتقراه هيجي لك، لان الاثر النفسي الاثر النفسي عالي جدا في الاثار الجانبيه. يعني المفروض يعني شايف انه المفروض ما نقراش الاثار الجانبيه مثلا عشان الاثر النفسي، ولا نعمل ايه؟ المفروض لو في حاجه واضحه بسال عليها الصيدلي او الدكتور، ايه الحاجات الواضحه والاثار الجانبيه الواضحه اللي موجوده في الدواء. الفكره ان انا النشره الداخليه بيكتب فيها الاثار الجانبيه زي ما قلت بالظبط النادره. فشخص يبتدي يقرا لسته كامله صفحه عن اثار جانبيه، اللي هو الدواء هيعمل كل ده، فبالتالي يبتدي يتاثر نفسيا، بالتالي يبقى مش عايز ياخد الدواء، او كل الحاجات اللي كانت في الحاجات النادره دي تجيله ببلاسيبو افكت، يعني بطريقه اهاميه شويه ان هو جاله الموضوع ده. فالأحسن أسأل برضو الكادر الطبي سواء كان طبيب أو الصيدلي، إيه الأثار الجانبية الشائعة اللي ممكن تتعرض لها. عندنا مشكلة كبيرة يا دكتور في الدخول على جوجل، لو أي حد تعب بيروح داخل على جوجل على طول، أول ما يكتب الأعراض يقولوا أنت هتموت. ونفس الموضوع في الدواء، لو خد دواء وظهرت عليه بعض الأعراض الجانبية يدخل يكتب الأعراض الجانبية لعقار مش عارف إيه، فيطلع له كمية أعراض رهيبة مرعبة. طب هو الطب والصيدلة وعموما العلم هو دراسة. يعني أنا لو عايز أبني عمارة مش هجوجلت، صح؟ هي نفس كلام منطقي برضه، نفس الفكر. الشخص اللي قعد 7 سنين من عمره يدرس طب، أو 6 سنين دلوقتي في صيدلة، كل التركيبات الكيميائية وكل التداخلات ما بين الأدوية وبعض دي مش هينفع تتعمل فقط من جوجل. ينفع تتعمل من جوجل لو حد متخصص وعارف برامج معينه وعارف بيدور على ايه وبيدور بيسأل ازاي وبيسأل على ايه. لكن اللي احنا بنشوفه عاده ان الشخص فعلا بيكتب، خصوصا ابتدى جوجل دلوقتي يكتب له شات اعراض يطلع لك تشخيص. فانت يعني اختصرت 7 سنين بتاعت كليه الطب دي في 5 ثواني في جوجل مثلا. فلا طبعا هي خاطئه، نتمنى الناس ما تعملش كده. وهو الدكاتره بتتنرفز من لما حد بيروح لهم يقول انا دورت في جوجل، فنتمنى بس ما ينرفزهمش. انا ما بقولوش انا ما بقولوش، بسيبه يقول اللي عنده. طيب دكتور، في برضو بعض الادويه زي حاله شاذلي كده، الروشتة اللي بنفضل نستخدمها عمرنا كله، بنفضل ماشيين عليها وهي عارف الروشتة بتصفر، بس احنا لسه بنتعامل بنفس الادويه، يعني هي دي موجوده. وفي ادويه ثانيه بالمناسبه يعني حتى قطرات يعني بعد فتره ان انت تبطل تاخدها بتعمل مشكله وبتسبب ازمه. ايه الادويه؟ هل ده صح ان انا افضل اتعامل مع الادويه لفتره طويله هي مع نفس الحاله ولا لا؟ هل المفروض اعرف من الاول اذا كانت في ادويه ممكن تسبب يعني مش ادمان بس بتسبب ان الجسم تعود عليها؟ يعني النص الاولاني ده شق مهم جدا، اللي هي الروشتة المتوارثه في العيله، يعني بالظبط انا بابا وجدي خدوا الدواء ده ونفع معاهم.
وخصوصا لو كان في مضاد حيوي. معظم البكتيريا بتسبب اعراض متشابهه ولكن هي نوع البكتيريا مختلف، وكل نوع بكتيريا محتاج مضاد حيوي. في مضادات حيوي يعني المدى بتاعها واسع صحيح، ولكن انا مش مفروض استخدم واسعه المدى دي مع كل البكتيريا اللي بتجيلي، فبالتالي نفس الاعراض اللي بتحصل ممكن تكون مرتين، كل مره ببكتيريا مختلفه، كل مره محتاجه مضاد حيوي مختلف. الادويه مثلا لو اتكلمنا بقى على ادويه كرونيك بقى يعني حاجات مزمنه، اكيد دواء الضغط اللي خده شخص مش هينفع ياخد واحد تاني عشان دكتور كتبه، حتى الجرعه نفسها كمان هي حتى لو كان الدكتور كاتب لمريضه، ده برضو حاجه دي اللي محتاجين ننبه عليها وبتحصل كتير. حد جاله ضغط او جاله سكر وكتب له روشته، بياخد الدواء وما يروحش الدكتور تاني لمده 6 شهور، خلاص هو مكمل على الدواء. حتى لو هو نفس الشخص والمرض مزمن لازم يراجع الطبيب مره كل شهر في الاول، بعد كده مره كل 3 شهور على حسب الحاله، عشان غالبا الدواء ممكن الدوز بتاعته تتغير او ان الدواء نفسه حتى يتغير بالظبط كده، التركيز او الدواء نفسه ممكن يتغير. فده للشخص لو عنده مرض مزمن وهياخد الدواء غالبا طول حياته، ده لازم يغير فيه كل فتره. ما بالكم بحاجه اكيوت وشخص بياخد روشته ويخلصها، او حاجه مثلا زي اللي فيها تعود ووحش للغايه يعني الانالجيسكس او مسكنات الالم. مسكنات الالم دي كارثه، لان الشخص برضو روشتة لا دي من غير روشتة وحلوه دي منتهى الامانه من غير روشتة، وابتدينا نجيبها احنا كمان مره في مره. انت خلاص اتعودت ان الصداع على طول مزمن وما بيروحش غير بالمسكن، فيها مشكلتين: مشكله التعود، انا خلاص اتعودت على الدواء المعين ده، وفيها ان انا ما عرفتش اصل العرض ايه. الصداع عاده المغص الحاجه المستمره اللي باخد لها مسكنات غالبا هي حاجه ثانويه مش حاجه اوليه، يعني حاجه حصلت بسبب مرض تاني. فانا لازم اروح اشوف هو الموضوع ده بسببه ايه. طول ما انا عمال اخد مسكنات، طول ما انا عمال اجل معرفه السبب باخر التشخيص، تاخير التشخيص ده طبعا بيؤدي للضرر نفسه بتبقى اكتر في التشخيص بعد كده. طيب نزلات البرد، وانت عارف طبعا نزلات البرد بتنتشر في فتره من الفترات كده، واول ما بتنتشر الناس كلها بتجري على الصيدليه تاخد الحقنه اللي هي فيها ميكس كده، فيها مجموعه ادويه كورتيزون على مضاد حيوي على مسكن كده. بس يعني هي برضو احنا بنروح للدكتور نقول له انا عايز حط لي كورتيزون وحط لي مضاد، صح؟ يعني بروح انا اختار انا بروح انا اختار الحاجات. طب كويس، احنا معانا مثال جيد في في الحلقه النهارده. لا مش انا كمحمد، لا انا في الحاله بصراحه. انا قلت طيب احنا يعني انا باخد مضاد حيوي جرعه واحده. الجرعه واحده دي ده اسوأ يعني لسه كنا بنتكلم ان حد ما كملش الكورس، ده اسوأ بطريقه يعني اكبر بكتير من حد ما كملش الكورس. انا اديت الجسم مره واحده مضاد حيوي وبطلت. اديت الجسم كورتيزون بدون اي داعي. ايه داعي ان انا ادي احنا يعني الناس متهيألي مش محتاجين نتكلم على اضرار الكورتيزون، الناس كلها بتخاف منه. الحاجه الثالثه انا خدت مسكن، مسكن بقى احسن. اوكي حسيت ان انا احسن. بس انا عندي ملحوظه صغيره، البرد انفلونزا دي فيروسات. المضاد الحيوي اللي انا باخده في حقنه ده مش هيعمل اي حاجه. المضاد الحيوي ده للبكتيريا. الفيروس ما بيتعالجش بمضاد حيوي. احنا انا عارف انها بنقولها كتير في البرنامج، بس عايزين نقولها تاني وتالت طبعا، لان نقطه مهمه. المضاد الحيوي لا يستخدم للفيروسات، البرد والانفلونزا وكوفيد كل دي فيروسات مش هينفع مع مضاد حيوي. اتمنى ان ده ما يحصلش تاني. اتمنى كمان الكوادر الطبيه والصيادله ان هو ما يوافقوش المرضى ان هو يدي لهم الحقنه دي، ان هي فيها ضرر اكتر من صوت حضرتك. يعني انا اضم صوتي لصوتك الحقيقه، يعني حتى المضادات الحيويه انا اتمنى انها ما تتصرفش، ما تبقاش اوفر ذا كاونتر او ما تبقاش بتتباع في الصيدليات من غير روشته، لان انا شايفه ان هي فعلا ضررها اكبر بكتير. فانا اتمنى ان هي تبقى ضمن الادويه اللي تتطلب وجود روشته من دكتور. طبعا دكتور اسلام علان استاذ الصيدليات الصحه وعلم انتشار الاوبئه، نورتنا في صباح الخير يا مصر، دايما ضيف عزيز علينا. شكرا ليك. شكرا جزيلا. صباح الخير.